السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وديما نقول لكم صحه رمضانكم، وهذا رمضان ان شاء الله دخل علينا ان شاء الله يا ربي بالخير والبركه. اليوم حبيت نوريكم واحد يعني واحد الطبق وصفه تاع زمان انا امي ربي يرحمها كانت ديرو في الشهر رمضان، ونأكد لكم هاد بصل وطوماطيش بليكوت يعطي واحد البنة ما تصوروش. نحب نبدلو في يعني الأطباق تاعنا، ونقول لكم يعني هاد الوصفة جربوها وإن شاء الله دعوا لي بالخير. غير هذا بصل وطوماطيش بنة ما تصوروهاش يا خواتاتي. دوك نوريكم كاع المقادير اللي راني حندخلهم في هذا بصل وطوماطيش بالكوتين. شوفوا أنا هنا درت الكمية كبيرة يعني كيلو، ديما نأكد لكم على حسب الافراد تاع العائله تاعكم. وعندي سنين الثوم يدخلوا، شوفوا دوك نوريكم كيفاش راني حنقطع يعني هاد الثوم. وبالنسبه لهاد البصل شوفوا عندنا غير هاد زوج حبات يعني مرصوات غير صغار تاع الكوتليت، ويبنن لنا ما تصوروش البنه اللي يعطوه لنا هاد البصل والطوماطيش. وانا هنا عندي طوماطيش دوك نقول لكم درتها في الماء سخون، ودوك تشوفوا كيفاش يعني الجلده تاعها تنحى. وعندي حبة حار على خاطش ديجا انا هذا العكري خدمته في داري حار. وبالنسبة لهذا البصل الطوماطيش عندنا كمية تاع الحميصة لازم تكون حاضرة. وبالنسبة للتوابل عندي فلفل الكحل والعكري شوية حار شوية حلو، وعندنا الملح والزيت. نبداو على بركة الله. أول شيء نفكركم أنا شديت لامارميت هذه ثقيلة على ديك راني حندير بها. وبالنسبة للثوم شوفوا كيفاش بسم الله كيفاش راني حنديرو هكا دي غوندال، نفضل نديرو هكذا وما يخفالكمش. أنا بعد ما نجمر كلش هاد الثوم يولي كاع ما يباليش هكذا. شوفوا بسم الله يعني ديما نقول لكم يعني هاد الطبق تاع ناس الجزائر كانوا يديروه مالينا في رمضان، وباش يبدلوا يعني الاطباق تاعهم وبنين بالبزاف يعني. هذه نعطيها لكم يعني ناكدها لكم. انا درت هاد زوج حبات تاع يعني المرصوات تاع الكوتليت. وناخذ الزيت دوك نوريكم الكميه تاع الزيت اللي راح نديروها الغرفه الاولى معمره، الثانيه والثالثه والرابعة. ونقول لكم علاش انا ندير الزيت ربع مغارف على خاطر هاد الطبق يعني الوصفه تاع البصل والطوماطيش بالكوتليت ما نشاحين كاع نديروا له الماء، يطيب غير يعني بليدام تاعو هذيك الطوماطيش وبعداك تتلقنا يعني الماء تاعها. يعني هاد الطبق ما يجيش كاع بالماء. انا راني ملح وندير يعني البصل تاعي يتجمر ديما نفكركم على نار هاديه. انا هنايا طوماطيش تاعي درت لها الماء سخون، قلت لكم كاين حبيبات هاني نقيتهم شوفوا. ودوك نوريكم حبه بسم الله كيفاش يعني تتنحى لها يعني القشره تاعها بغير تعب غير جهد. شوفوا كيفاش بعد ما نديروا لها الماء سخون نطرومبيوها يعني كما نقولوا نعوموها في الماء سخون. شوفوا كيفاش نحيتها هكذا يعني ما تعبنا ما والو بهذا الشكل. خواتاتي نولي معاكم باش نوريكم يعني نعطيكم واحد يعني واحد المعلومه. كيما انا هنا الطوماطيش كي نشوفها هكذا ما نديرهاش يعني كل ما تكونش حمراء ما نشوفو ما نعصروها. بسم الله شوفوا نعصرو نحو لها كاع الزريعه تاعها، بصح ما ناخذ شويه من الاطراف مي هادي ابدا نديروها. هادي تفسد لنا يعني بصل وطوماطيش تاعنا. هذه بالكو يعني كي تشوفوا طوماطيش تاعكم يعني ننصحكم بالكو ديروها. هذه هي يعني ملاحظه اللي حبيت نعطيها لكم. البصل تاعي راهو يتجمر شوفوا كيما راكم تشوفوا تجمر وهكذا ومازال يعني نقول لكم يعني طاح ماشي كيما كان. دوك ندير هذاك العكري اللي خدمته قلت لكم صدقوني البنه اللي فيه، وزيدوا نديروا الملح. انا ديجا درت ندير كميه غير صغيره خاف نملحها، وهذاك فلفل الكحل مي با مغرفه كبيره يعني تاع لاصوص، وهذه مغرفه كبيره تاع العكري كما راكم تشوفوا. ونزيدوا الحميصه تاعنا ونخلطوا كاع دوك التوابل
ديما يعني يفكركم، نقولكم ديما النار تاعكم تكون هاديه، وخلوا البصل تاعنا يتجمر غير على نار قليله، وما ننساوش بعد ما يتجمر نزيدوا هاد الحبه تاع الحار. شوفوا ما انا ما نحبش طيح لي كاع، بعد ما يتجمر باش نزيد حبه حار تاعي. شوفوا هنا البصل تاعي كيفاش طاح كامل، شوفوا لاحظوا معايا تجمر كامل ما بقى فيه والو. دوك انا ما بقى لي غير ندير هذيك الحبه تاع الحار ونديروا الطوماطيش تاعنا ماكو تشوفوا، ونخلوا الطبق تاعنا غير على نار قليله، ما نديرولوش الماء. يعني هاد بصل والطوماطيش بليكوت الماء كاع نساوه، الطوماطيش تاعنا هي اللي تلق لنا الماء، وخلوه على نار قليله وبعد ما يطيب ان شاء الله نوريه لكم ثاني حاضر. شوفوا علاش قلت لكم يعني الطوماطيش هذيك شوفوا تطلق لنا الماء، علاش قلت لكم يعني هاد الطبق ما نديرولوش كاع الماء ويطيب غير على نار قليله. وشوفوا كيما راكم تشوفوا يعني وريت لكم البصل تاعي كيفاش يعني هذيك الطوماطيش تفاعلت ودارت الماء تاعها بلا ما شقى، ويعني قلت لكم ديروا الماء. هذه هي يعني السر تاع بصل والطوماطيش بلا ما ويجي بنا ما تصوروش. انا ما بقى لي خوتاتي غير نقول لكم خلي يعني هذا الطبق تاعي يتجمر على نار قليله، ونقول لكم نوريه لكم حاضر على مائده التقديم ان شاء الله. ها الطبق تاعي تاع بصل والطوماطيش بليكوت، وكما قلت لكم يعني غير زوج حبات تاع ليكوت غير صغار، وصدقوني البنة والله العظيم غير تقدروا تحضروه في الشهر هذا الكريم شهر رمضان، وبنين شوفوا ما يجيش ماهي. شوفوا المرقه تاعو يعني المرقه ما فيها ني ماني والو، هذيك الطوماطيش هي اللي تبنن لنا هذا الطبق تاعنا. وان شاء الله انا ننصحكم ولا حبيتوا ديروا، والاطفال تاعكم يعني الاولاد تاعنا نعرفهم يحبوا لي فخيت، تقدروا تزيدوا ترافقوه بطبسي تاع لي فخيت هذا البصل والطوماطيش بنين بالبزاف. قلت لكم وسيوه ودعوا لي، وان شاء الله تبقى لي غير نقول لكم في امان الله. وما تنساونيش خواتاتي بالمشاركه باش نقدر نوصل معكم الاطباق العاصميين كيفاش يحضروا الاطباق تاعهم، ونقول لكم تهلاو في روحكم وصحه في طوركم.